أشعل المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي فضاء المباراة التي جمعت فريق السعودية والأرجنتين وانتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد، من خلال تعليقاته وحماسه وحركاته الطريفة التي اعتاد عليها جمهوره. وظهر خليل البلوشي في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث عن ركلة المنتخب الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة، ثم يشير بإبهام يده اليسرى إلى أرض المباراة غامزا بعينه اليسرى ويقول أبعدت في التوقيت المناسب إلى خارج أرضية الملعب، ثم يرفع أصابعه الخمس ويصرخ بانفعال الأخضر اثنان الأخضر اثنان مقابل هدف واحد لمنتخب الأرجنتين، ثم يشير بأصابعه الثانية إلى أرضية الملعب. وعبر البلوشي عن سعادته بنتيجة المباراة التي انتهت إلى تقدم المنتخب السعودي على أعرق وأقوى الفرق العالمية وحصان الرهان في بطولات كأس العالم. وقال في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر: والله لأول مرة لا أجد ما أصف به شعوري وتغيب عني الكلمات. وأضاف: أحس كل اللي بخاطري قلته في المباراة. واستدرك مخاطبا الفريق السعودي: ما أقول غير الله يعزكم مثل ما عزيتونا، ورفعت راسنا ألف مبروك، فخر أقسم بالله فخر. وتفاعل مرتادو موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع طريقة تعليق البلوشي المميزة التي زادت حماس المشجعين للمنتخب السعودي، ورأوا أن هذا الحماس والتفاعل مع الإنجاز الذي حققه شيء طبيعي ويدل على متانة العلاقة بين العمانيين والسعوديين. وفي هذا السياق علقت مغردة باسم بحر: العمانيين فرحانين أكثر من السعودية، الشوارع فاضية، كانت الكل يتابع بحماس وتوتر، والحمد لله فزنا بيضت وجوهنا. وقالت بنت نورة: الحمد لله فوز السعودية رد على كل مشكك بوحدة الخليجيين وإخوتهم. وعقب آخر: كفو يا السعودية، وفوزكم كأنه فوز لنا كعمانيين، وإن شاء الله التأهل للدور الثاني. والمعلق الرياضي خليل إبراهيم محمد البلوشي من مواليد سلطنة عمان، ولد في 3 أكتوبر من عام 1979، عمل في سلاح الجو العماني لمدة 7 سنوات، وتوجه بعدها إلى الإعلام في عام 2002، وهو يعد من أهم المعلقين الرياضيين على مستوى الوطن العربي، وحصل على العديد من الجوائز والتي كان من أهمها جائزة زاهد قدسي كأفضل معلق عربي في عام 2015. ويعمل البلوشي مع مجموعة قنوات الكأس القطرية بشكل رسمي، ويعمل مع قنوات أخرى كمتعاون مثل قنوات بي إن سبورتس والقنوات الرياضية العمانية والقناة الكويتية الرياضية وغيرها من القنوات الأخرى. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.